فكرنا. وأمس الاحتفال بعيد ميلاد 46 والكثير من محبين احتفلوا فيه على طريقتهم، فملت صوره وفيديوهات صفحات السوشيال ميديا. وأيضا أحمد المنجد احتفل مؤخرا بعيد ميلاده ببيروت باحتفالية جمعت أصدقائه، من بينهم وليد الحلناني وسيف نبيل ودجا حجازي. وأجواء الاحتفال بتشوفونه في خبرنا في الانسايت تيك. مبسوط انه الاحباب كل حدا بيحبني، اجا مشان ما كثير نحكي، كل حدا بيحبني وبريد احمد المنجد وبحب احمد وبحب اعمال احمد وبحب كشخصيه احمد كان هون موجود. ولكن في محب لاحمد تغيب يومها وهو عاصي الحلاني، الا ان تهنئه عاصي لاحمد ما غابت، فهو وجه له معايده امام كاميرا ذا انسايدر بالعربي خلال تصوير فيديو كليب بنكشف لكم تفاصيله في حلقاتنا المقبله. هذا حبيب قلبي، هذا الغالي كتير كتير، هيدا يعني أنا بيمكن بتعلم منه بلا ما يحس، بتطلع فيه شو بيعمل بتعلم منه، هيدي أول مرة بقولها، بتعلم منه بلا ما يحس. عيدني ومشي على فرنسا ومطول شوي، فبدي أوجه له تحية كتير كبيرة عاصي الحلاني أبو الوليد الغالي على قلبي. وبدورهم محبين أحمد شاركونا بأمانيهم له. حمودة خينا وصاحبنا، كل عام هو بألف خير، أتمنى له السعادة والنجاح والعمر المديد، ونتمنى له نفرح بيه يتزوج خلص طول بعد. هذا الانسان هيك سبيشال عندي، بحبه لاحمد كثير، تن مرح فرح هابي بوزيتيف دايما، وهيك يعني بقول له انه ضلك هيك على طول، لانه عن جد يعني انا بس اقعد معه لاحمد بنسيك همومك. بتمنى له كل خير ومن نجاح لنجاح، وعن جد انه هو شاب هذا العمر وقدر يلي بيوصل له، يمكن في ناس ثانيين اخذ معهم وقت اكثر بكثير. ونحن ما اخذنا وقت كثير نسال دجا عن جديدها وتحديدا عن مشاركتها بالجزء الثالث من مسلسل للموت. انا شخصيتي غامضه لانه بالجزء الثاني ما كان بعد في شيء معروف منها اذا بدك لشخصيه امل، فالماضي اللي لها بلاحقها ممكن يبلش بوزيتيف بس بعدين بيصير في صدمه ورا صدمه، يعني جمهور رح يتفاجئ وانا تفاجأت. والمفاجآت ايضا عديده ضمن جديد الوليد الحلاني. يلا نحب مودرن هيك كلوب ستايل اذا بدك، فيها بيت هيك حلو سريعه، اخراج المخرج عادل سرحان بدبي، رح تتصور هلا، حتنزل يعني مفروض قبل نيو يير حتنزل. وايضا اعمال سيف نبيل متنوعه، فهو يستعد لتصوير فيديو كليب. هي اغنيه عراقيه خليجيه حزينه شوي على هذا. وبرغم هدوء سيف وتكتمه عن اسم مخرج العمل، الا ان قدرنا نعرف بعض التفاصيل عنه. لبنان ولا لا؟ من لبنان. من لبنان. يس. رح نشوف قصه ولا رح نشوف بيوتي شوت؟ بيوتي شوت بكره ورقص تقريبا هيك شيء. وهالكليب لسيف ما هو الا واحد من بين 6 كليبات مقرر يصورهم. 6 اوديو راح نصورهم وحده بعد الثانيه، في اكثر من لهجه، وفي اغنيه كثير اني حابها باللهجه اللبنانيه طبعا، كلش حبيتها يعني. ليه؟ لانه ما اعرف حسيتها قريبه علي يعني، وكل شيء بيها واحساس رقي الاغنيه. والى جانب اهتمامه بالاغاني، ايضا سيف يهتم باللوكس اللي يظهر فيها سواء بكليباته حفلاته او جلسات التصوير الخاصه. ولكن مؤخرا وحده من هالاطلالات لقت استغراب البعض واثارت الجدل، فشو تعليقه على اللي صار؟ وينات انه واحد يطلع اوت اوف ذا بوكس، مش غلط يعني، مع العلم انه انا ما عم البس لبس يخدش الحياه مع الناس، بالعكس عم اجيب افكار جديده، في اكثر من ستايلست يقترحون علي اكثر من فكره لهذه الحفله لهذا الكونسرت ولهذا الايفنت، يرهم لهذه اللبسه. واي نوت، كل شيء جديد بيكون في هيك شوك للعالم، بيصير في انتقادات، كيف تتلقى الانتقادات؟ والله صراحه برحابه صدر، انا انسان اولا للشغله الاولى اللي احب اوضحها لأعزائنا وحبايبنا المنتقدين، أقولهم للأسف أنا ما أرد على انتقادات أبدا، ما فد يوم أنه طلعت رديت على أحد انتقدني مهما كان الانتقاد بناء أو جارح، في كتير انتقدوا انتقادات جارحة.